يا أخ جبر افهمني، أنا بدي أرجع لأم الكروم وأنت بدك تتركها وتيجي لعمان. يا أخي ازرع أرضك، ربي حلال مثل ما قال لك خلف، وأنا مستعد أشوف لك مؤسسة الإقراض أو الجمعيات التعاونية يمولوك للبوسة. إيه يا أستاذ سلمان، أنا زهقت الشغل بالأرض وزهقت شغل العمال. بقول لك يا أستاذ سلمان بدي وظيفة. يا رجل حتى لو توظفت هون بعمان، الراتب اللي راح تاخذه ما راح يكفيك مواصلات من عمان لأم الكروم. إيه ودخلك أم الكروم وشو سوت لي؟ وشو بدها تسوي لي من هون ورايح؟ ها؟ مستقبل أم الكروم جاي يا أخ جبر. عمان قاعدة بتتوسع، وكل القرى اللي حواليها ومنها أم الكروم راح يكون لها مستقبل. راح يصير فيها أسواق تجارية ومشاريع إسكانية وصناعات خفيفة وغيرها وغيرها من المشاريع. هيبن على هالعيشة يا أستاذ سلمان. أيوة أنا بدي أظل أنطر حتى تتغير. يا أستاذ سلمان إذا بي عندك وظيفة خليني قاعد ومستريح، ما بيش عندك وظيفة خلني أروح أروح. مش هيك صدقني، مش هيك. أنا خلال أسبوع بقدر أوظفك، لكن وهذا اللي بدي إياه. الله يخليك. خلص براحتك، مر بداية الأسبوع الجاي وإن شاء الله بصير خير. طيب يا أستاذ سلمان بخاطرك، ترى ما بدي تزعل مني. ها بخاطرك. قال وظيفة، قال اللي بيسمع أحسن اللي بيشوف.